السلام عليكم، خالد معكم دائما وابدا. اليوم راح نتكلم على اساس من اساسيات البسنة في المنازل، هي كريات الطين او بيدرجي. هذه الكريات مخدومة مصنوعة من الطين الخالص، فهي تمتاز بانها خفيفة الوزن، والامر الثاني انها ذات قوام مسامي. كيفاش نستعملوها؟ نستعملوها كي يكون عندك اسيس سواء كان صغيرا او كبيرا، دير يعني واحد انكوش، يعني طبقة تاع 2 حتى 5 سنتيم على حسب الاسيس تاعك، ومن بعد تدير لوتيرو تاعك ولا دير تراب تاعك بعد ما دير طبقة من هذه الكريات. علاش نستعمل هذه الطريقة؟ نستعملها باش تسهلنا عملية تصريف الماء بكل بساطة. نقدر نستعمل كرة الطين بهذه الطريقة، بهذا الشكل. عندي الصحن اللي جاي اللي يجي فوق المحبس، نعمر بكريات الطين باش انايا كي نسقي النبتة تاعي، نحط يعني المحبس بهذه الطريقة على الصحن، نسقي النبتة تاعي، الماء ما راحش يسطق لنا في لوبو، راح يطيح مباشرة لهنا. ومن بعد هذه الكريات واش راح دير؟ راح تمتص كل الماء الزائد الذي خرج من ثقاب التصريف، وهكا نضمن بان النبتة تاعنا الجذور تاعها ما راحش يتعفنوا وما راحش يموتوا بالاختناق من طرف الماء. كاين ايضا طريقة اخرى، نحكم الصحن تاعي، نحكم بدرجي لدوما كريات الطين، شوية ما او صح لي قايتك على الماب مخلات. ومن بعد هاديك واش راح يصرا؟ دوك الماء هذا راح يمتص قايتك، تمتصو كله او سوف يمتص من طرف الكريات. هذا عليك كما قلت لكم انها خفيفة وانها ذات قوام مسامي، دوك تمتصو كامل. ومن بعد هاديك بفضل او بفعل الحرارة واش راح يدير؟ هذاك الماء واللي يتبخر، كي يتبخر واللي يطلق لنا ما يسمى بالرطوبة، الرطوبة تنتفع منها النباتات، خاصة النباتات الاستوائية اللي تحتاج إلى رطوبة عالية. بهذه الطريقة نكون قد ضمننا أو قضينا على مشكل جفاف أطراف بعض النباتات الاستوائية، خاصة النباتات اللي تكون داخل الدار. بهذه الطريقة راح نشكل ما يسمى بجو رطب تستفيد منه النباتات. وفي الأخير نقدر نستعمل كرة الطين على كومان باياج، يعني عملية تسطيح، نديرها من الفوق، نحطو انكوش تاع 2 سنتيم، نحطو هنا من الفوق باش كي تجي تسقي من الفوق، منها تعطي منظر جميل ومنها تحافظنا على رطوبة التربة. إن شاء الله إلا كان هذا الفيديو تاعنا عجبكم، عليكم غير ديرونا جام، ديرونا تعليق شباب، وتبارطاجيوها مع أصدقائكم. بارك الله فيكم، الملتقى مع فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.